وانت عماله تبوسي كده يا ميادة، يعني مراته واقفة، عيب يا ميادة اللي انت بتعمليه ده يا ميادة. صحيح كنت وقفت في وش الريح، اسمحولي اني رحل بالامير والفن اماره، بامير الغناء العربي، برحل فيه ببلدي سوريا، بابن بلدي مصر، برحل بهاني شاكر. مؤتمر صحفي لأمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر. نقلت زميلتنا هلا رنجوس وقائع المؤتمر الصحفي لإقامته دار الأساتذة الثقافي والفنون لإطلاق حفل الفنان العربي هاني شاكر. أمير الغناء العربي يعود إلى مدينة دمشق بعد غياب دام 15 عاما. حمل أمير الغناء العربي هاني شاكر رسالة حب وسلام من الشعب المصري الشقيق لينثرها في قلب الجمهور السوري. لأنك أمير بفنك وأمير بصوتك، وأكيد بتستحق لقب أمير الغناء العربي. هي رسالة سوريا للفن الحقيقي للفن العربي، والشكر كبير له الأستاذ الكبير على قبول الدعوة. طبعا انا زعلت انه في شد وجذب وحالات اغماء وكده، بجد ده ضايقني جدا، يعني فرحان بحب الشعب السوري، لكن انا كمان خفت عليه ومش عايز يعني يصاب باي اذى من خلال التدافع والزحام وكده. اثناء التحضير واثناء إطلاق التذاكر، هذا التدافع الكبير الذي لم نشهد له مثيلا لدى قدوم أي فنان أو فنانة على مستوى الوطن العربي.